شوف طب يلا بال شوف صباح الخير ونهاركم سعيد من الـ LBCI. نحن اليوم معكم مباشرة من بلدة بعقلين بالشوف بأول أيام عيد الأضحى المبارك، ينعاد على الجميع وينعاد على لبنان واللبنانيين بالخير والمحبة والسلام، وينعاد على بلدنا أيضا وتكون كل الأمور رائعة وكل الأمور هادية، ويكونوا اللبنانيين عم بيعيشوا بحال من البحبوحة وتكون كل واحد أمنياته محققة، والأمنيات يلي بتتجدد مع كل الأعياد كل أعياد اللبنانيين. نحن اليوم موجودين ببعقلين لنحتفل بأول أيام عيد الأضحى مع مؤسسة إناث أبو عياش يلي نظمت هون ببعقلين بمنطقة تعرف ببعقلين بمرج بعقلين، يلي نظمت فيها شيء سمته صندوق الدنيا. صندوق الدنيا هو يعني هلأ هي ست إناث بتعطينا تفاصيل أكثر عنه، ولكن هو بالآخر مساحة من الفرح، مساحة من المحبة لكل يلي بيحبوا يجوا يشاركوا من مختلف المناطق اللبنانية، فيكن تجوا تشاركوا بهالمهرجان يلي بيستمر ليومين. خلوني بداية رحب بضيوفي. بداية أهلا وسهلا فيك السيدة إناث أبو عياش، أهلا وسهلا فيك. رئيس كاريتاس الأب بول كرم كمان أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. والأستاذ رجاء عشي يلي هو رئيس بلدية المختارة وأيضا رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى، أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. يعني بداية أول شيء شو بتقول للبنانيين بمناسبة عيد الأضحى؟ أول شيء بعيدهم كلهم وبقول لهم أضحى مبارك إن شاء الله، وإن شاء الله لبنان يضل عامر. بس أنا حابة أول شيء نحكي عن جيشنا اللبناني ونعزي بشهدائنا اللي استشهدوا جميعا، وخصيصا الجيش اللبناني، لأنه لولا الجيش نحن اليوم ما كان فينا نكون قاعدين هون، ما كان فينا نكون عم نعيد بعيد الأضحى. نحن منشارك أحزان الكل ومنشارك أفراح الكل بنفس الوقت. بس بسام بصراحة يعني قصة الجيش نحن كإياف كتير أثرت فينا، وبعتقد أثرت بكل لبنان، خصيصا في عنا حدا من بيت دبيان نحن منعزيهم. نعم، اللي هو كان شهيد من العسكريين المخطوفين. مزبوط، عنا شهيد من الشوف. صحيح. كمان منعزي الجميع. ونحن بإياف كتير كان في نقاش حول أنه نلغي صندوق الدنيا، فعليا نلغي. كان في ناس مع أنه نلغي وفي ناس ضد. الناس اللي مع قالوا أنه بالنهاية جيشنا استشهد كرمال أطفالنا يعيشوا فرحة، والأطفال ولوطننا أكيد يكون بسلام، والأطفال يعني ما لازم نعيشهم حالة حزن أو حداد، لأنه ما حيكون يعني لإلهم بنظرهم ما حيفهموا بالضبط كأطفال شو يعني. فكرمال هيك كملنا بصندوق الدنيا مع كل هالظروف اللي عم تمرق، مع كل هالظروف اللي نحنا مأثرين فيها، وأكيد الوطن كله مأثر فيها. رح نرجع للتفاصيل اللي علاقة بصندوق الدنيا، بس كمان بحب أسمع من أبونا بول كرم يعني كمان بمناسبة عيد الأضحى، وكمان يعني كمان النصر اللي حققه الجيش اللبناني والتضحيات اللي قدمها هذا الجيش، شو ممكن ينقال بهالمناسبة؟ أكيد نحن ننحني إجلالاً وإحتراماً لكل تضحيات الجيش اللبناني، لأنه اليوم بدنا نكون واقعيين، ما حدا بيحمي الوطن إلا جيشه، وهيدا شرف كتير كبير إنه يكون الجيش اللبناني عم بيقدم تضحياته كلها سوا، إن كان على صعيد العسكر أو على صعيد الأفراد أو على صعيد الألوية من أجل حماية كل لبنان. ونحن بهالمناسبة منعيد كل المعنيين وكل اللبنانيين تحديدا بعيد الأضحى، وإن شاء الله لبنان فعلا يرجع ينهض، وهيدا هو ميزة لبنان. لبنان التعايش، لبنان التلاقي، لبنان الحوار، لبنان الانفتاح، هؤلاء منهم عناوين،
هودول قيم حقيقية منعيشها ومنجسدها من أجل خدمة كل الناس ويكونوا كل الناس عايشين بكرامة وبحرية وباحترام. أستاذ روجي عشي رئيس بلدية المختارة ورئيس اتحاد بلدية الشوف، كمان شو الكلمة اللي بتقولها بهالمناسبة؟ والله بسام تعرف أنت شهداء الجيش استشهادهم كانت غصة بقلبنا، ولكن ما لازم ننسى الجماعه استشهدوا تيبقى لبنان، حرروا الجرود من الارهابيين، واكيد اكيد الغايه انه لبنان يضل بلد حلو، بلد التعايش. استشهادهم انا بعتبره تنكمل طريقنا تنبني لبنان الاجمل، لبنان الرساله، ونضلنا على هالخط. خبرينا عن صندوق الدنيا، خلينا نبلش بالامر الموجودين فيه نحن حاليا. تفضلي. اول شيء اهلا وسهلا فيكم ببعقلين، ها اول مره الال بي سي بشوف. انا كمان اهلا وسهلا فيك بالال بي سي. انا دائما بالال بي سي. اهلا وسهلا. صندوق الدنيا هو ثاني سنه نحن سنه الماضي عملناه، بس هيدا السنه عاملينه على صعيد اوسع. اول شيء معنا 32 بلديه كلنا وحده وطنيه اسلام دروز مسيحيه، والاحتفال برعايه تيمور بيك اللي شجعوا كثير واللي دعموا كثير واللي كان كثير مرحب بالفكره. صندوق الدنيا اللي بيميزه عن غيره هو انه بس حابب يقدم للناس، يعني انت بتجي على صندوق الدنيا بتنبسط، بتغير جو، بتفرح، بتعيش السعاده مع عائلتك مجاني كله، ما في شيء، بتنبسط، يعني بتغني، بنلعب سوا، وفي مأكولات، في كل شيء، هيدا هو ميزه صندوق الدنيا. انه بيقدم. واي ساعه يعني المواطنين ببلشوا فيهم يجوا؟ على 3 الساعه 3. طيب يعني ليش هيدي الفكره هيك خلقت عندك وحبيتي انك ترجعي تجدديها السنه؟ انه ويمكن بتصور السنه وسعتيها عن السنه عن اول مره. هلا هي خلقت بصراحه، يعني بتعرف انت اطفال الشوف ما عندهم الترفيه اللي موجود ببيروت. هيك الفكره خلقت انه نحن حابين نعمل شيء لكل اطفال الشوف، شيء جديد يعيشوا الفرح اللي بينعمل ببيروت، نجيب نحن الاحتفالات للاطفال اللي بتصير بلبنان نطلعهم على الشوف، وكمان لنخلق لهم سعاده بعيد الاضحى. هيك طلعت الفكره. ليه كبرناها؟ لانه نحن اول سنه عملناها على صعيد بعقلين، هالسنه عملناها على صعيد الشوف لانه نحن منا بعقلين او ديردوريت او كل البلديات اللي مشاركه، نحن وحده وطنيه، يعني في اسلام، في دروز، في مسيحيه معنا، وما في بلديه. والرئيس روجيه موجود معنا اليوم، اول مين بادرناه، ما في بلديه او رئيس بلديه بادرنا معه الا ما دغري رحبت بالفكره وتعاونت. كلهم حتشوفهم موجودين اليوم. دغري استجبتوا لهالفكره استاذ روجيه؟ بطبيعة الحال نحن أول ما اتصلت فينا مدام أبو عياش دغري رحبنا بالفكرة، وبحب نوه كمان يعني بالتعاون اللي طلبته منا. كانت أول مرة حدا ببادر مع البلديات إنه نتعاون كلياتنا سوا لإنجاح النشاط الاجتماعي اللي هو مجاني بالنتيجة، وبعود بالخير لكل المنطقة، ما كان في تمييز أبدا. وبعتقد البلديات بادرتها بالمثل وتعاونت معي لأقصى الحدود لإنجاح المهرجان هيدا. وكيف لقيت التجاوب مثلا عندك بالمختارة أو كاتحاد، يعني كرئيس اتحاد، كيف لقيت التجاوب بالبلديات كلها سوا؟ الجو ممتاز. استلفنت لي من يومين كانت عطلانة هم، قلت لها ما تعطلي هم لأنه الجو ممتاز، الكل عم ببادر، الكل عم بيسعى، والكل عم بيحشد، وعم نطلب من العالم أنه الحضور، وخاصة قلت لك أنه مجاني. بعتقد الحضور بيكون مميز السنة، وإن شاء الله يضل هالمهرجان مهرجان سنوي يصير مثل ما كانت ست نورة أول من بادر بمهرجانات بيت الدين. إن شاء الله هلأ مع مدام أبو عياش نبادر لهالمهرجان الشعبي المجاني لكل أبناء الشوف. كيف حسيت تفاعل الناس مع هالموضوع؟ الناس بطبيعة الحال بتحب الحياة، وهذا مهرجان للحياة. صندوق الدنيا هو صندوق للفرح، الدعوة مفتوحة للجميع، وبعتقد الكل رح يشاركوا. أبونا أنتم بكاريتاس في تعاون بينكم وبين مؤسسة إناس أبو عياش، اليوم كمان متعاونين بهالنشاط اللي عم بيصير؟ أكيد. نحن أول شيء بعتقد في تلاقي أول ما أجيت لعندي مدام إناس، فعلا قلت لها بكل بساطة نحن نلتقي لأنه عم نلتقى على شيء مشترك اللي هو خدمة الخير العام من جهة، وثانيا عم نكون عم نأدي من خلال هالخدمة بعد إنساني
يعني اليوم صحيح النشاط المعني فيه المباشر هو الأطفال لأنه هيدي فرحة الأطفال، ولكن أنت عم تزرع إضافة للفرح بقلوب الأطفال عم تزرع بقلبهم قيم إنسانية جديدة من أجل التلاقي. ومثل ما قالت نحنا كلنا سوا عيلة وحدة، هيدي عيلة لبنان وهيدي ميزة لبنان، بيلتقوا إسلام مسيحية دروز كلهم سوا، بالنهاية هدول اللبنانية أبناء هالوطن أبناء هالأرض أبناء هالقيم الحلوة اللي عم بعيشها بلدنا وعم بيجسدها. وهالتعاون أكيد نتأمل أنه يكون فاعل كمان أكثر، وعم نحضر من هلأ لأشياء الله راد للميلاد وإن شاء الله منعلن عنها هلأ خليها مفاجأة. بس قديش أبونا مثلاً أنتو يعني بكاريتاس بتحسوا أنه هيك نشاطات يعني بتساعد كمان هالأطفال وأهليون لحتى يعيشوا حالة الفرح؟ يمكن اليوم الهموم بلبنان كتير كبيرة، إن كان الهموم المعيشية والاقتصادية والتربوية والاجتماعية، هموم كتير كبيرة وأنتم بتعرفوها كمان يعني بكاريتاس. قديش هيك النشاطات بتساعد يعني الأطفال وأهليون ليعيشوا؟ الفكرة الأساسية إنك تخلق نوع من واحد التلاقي، يعني الولد يشعر إنه هو خرج من البيئة البيتية اليومية الروتينية تيرجع هيك يعبر عن مشاعره عن فرحته، يكون عنده لقاء مع بقية الأشخاص، بتخلق صداقات كتير وبتكسر نوع من حواجز إذا بدنا نقول الخجل، وبتخلق مبادرات. يعني اليوم كتير مهم إنك تكون عم تعطي لهالولد بيئة معينة حاضنة لكل التفاعل الاجتماعي، وهيدا بخلي الولد أكتر يكون عم يظهر إذا بدك شخصيته أكتر، يكون مرتاح، وبتصور بتعطيه ردة فعل كمان إيجابية لما بيرجع على البيت، لأنه بيكون عم يعمل امتداد لفرحة النهار كله، وبيزرعها بقلب البيئة اللي هو عايش فيها إن كان بالبيت أو بالمدرسة أو بعدين بالمجتمع اللي هو موجود فيه. وكمان كل الأولاد رح يجوا، كانوا من يمكن بتصور مش بس من منطقة بعقلين، من الشوف، من صيدا، من نحنا كل أولاد شبيبة أقاليم كاريتاس المجاورة هون خاصة مشاركين. طب ست إيناس شو الرسالة يلي حبيتي توصليها يعني من هالشيء اللي عملتي اليوم؟ صراحة اللي بيميز صندوق الدنيا رسالتنا هي الوحدة الوطنية. إذا قدرنا نزرع بأطفالنا وبهالجيل اللي رح يكبر ويصير هو مستقبل لبنان العيش المشترك، أكيد ما حيصير فيه تطرف وأكيد ما حيصير فيه طائفية، حيعرفوا حيشوفوا أنه بيقدروا يحبوا بعض ويلعبوا مع بعض ويفرحوا سوا. هيدا كتير كنت عم بشتغل عليه، ومنشان هيك بدرت مع كل البلديات إسلام مسيحية دروز، لأنه فعلياً نحن واحد، فعلياً نحن عايشين مع بعض بهالبلد. فهالأطفال إذا بعدنا الفكر السياسي عنهم وشافوا أنه نحن منقدر نكون متوحدين، بعتقد للمستقبل هي كتير حلوة، خصيصاً أنه نحن بالمؤسسة كتير مركزين على دعم الشباب كتير. فبالنهاية هالشباب كانوا أطفال، إذا قدرنا نساعد أطفالنا بالتوعية المضبوطة بعتقد رح يكبروا ليصيروا لا طائفية، وهالأساس. طيب سؤال، قلت أنتوا مركزين على الشباب وهلأ يعني بلشتوا تركزوا على الأطفال، لأنه بالآخر هودي الأطفال رح بيكونوا هن شباب المستقبل. اليوم قديش من خلال يعني خبرتك بهالجمعية قد ما كانت، قديش رأيك قادرين بالفعل نحن نساعد شباب موجودين بهذا الوطن ونقدر نأمن لهم مستقبلهم أو نساعدهم حتى يأمنوا مستقبلهم من خلال النشاطات اللي عم تقوموا فيها؟ يعني نحن استاذ بسام رح نحاول قد ما منقدر بصراحة، حاطين كل قوتنا وكل إرادتنا وكل أحلامنا بهالمؤسسة، لأنه نحن بهمنا الشباب. اليوم أنت بتعرف وبعتقد من أكتر الناس المطلعين وبتشوف الشباب اللي حوالينا قديه هني عم بيفقدوا هالأمل، عم بيفقدوا هالإرادة بالوطن. ودايما نحن بمؤسسة منقول لهم ولو قصر الوطن معكم أنتوا آمنوا فيه، فكرمال هيك عم نحاول أنه ندعمهم نحقق لهم أحلام مبدعة، نحقق لهم مشاريع مبدعة ندعمهم فيها دعم أولي ليبلشوا فيه، ومن هنيك كمان منقدر نساعدهم ونكمل معهم الطريق. نحن رح نحط كل قلبنا بهالموضوع وقدر ما منقدر، نتمنى غيرنا يبادر كمان مش بس نحن. بتنسقوا مع حدا بهذا المجال يعني؟ يعني جمعيات أخرى، شخصيات، فعاليات سياسية، أحزاب سياسية،
أو بس أنتوا كجمعية يعني بتقوموا بهذا العمل وحدكم؟ لا أكيد مش وحدنا، عم ننسق مع كتير جمعيات. ونحن بتعرف أستاذ بسام نحن هلأ أطلقناها، والانطلاقة المضبوطة لها هي بأيلول، يعني هلأ رح تنطلق. هيدا الشهر، هيدا الشهر رح تنطلق. رح نعمل خطوات كتير مع كتير أفراد، مع كتير شخصيات، وكمان أكيد مع الوزارات المعنية. نحن باللجنة الحكم اللي كانت موجودة وربحنا أول 4 جمعات كان معنا الوزير جان أغاسابيان، فرح نتعاون مع كل الوزارات ومع كل المعنيين، وحتى رح ندق أبواب أصحاب المصارف، أصحاب الشركات. رح نحاول قد ما بنقدر نوسع، مش كرمال إياف، كرمال هالشباب والصبايا أكيد. أستاذ رجاء، من المعروف أنه التنمية بالمناطق ممكن تساعد كمان يعني هالشباب وتساعد هيك جمعيات لحتى يكون يمكن عملهم أسهل ويتوفر يمكن التنمية وتوفر فرص عمل وفرص يمكن زيادة معرفة وزيادة ثقافة للشباب يلي هن بالفعل عن جد مستقبل لبنان. أنتوا كبلديات هون بالمنطقة يعني التنمية تيجي بالأولوية، وقديش عندكم قدرات أنه بالفعل تقوموا بأعمال تنموية؟ نحن أستاذ بسام يمكن من أول اتحادات يلي تركنا شوي على جنب، لأنه تقريباً الصورة اكتملت بمشروع البنى التحتية، وهلأ صرنا أكثر من سنتين ونص عم نركز كثير على التنمية البشرية، خلق فرص عمل، خلق مشاريع بتخلق وظائف جديدة، وهلوم مجار. لأنه منعتقد قد ما عمرنا وقد ما عملنا بنى تحتية، إذا الإنسان ما تقدم مناطقنا ما رح تتقدم. هيدي أولوية عنا بالاتحاد، ونحن عم نبادر مع كل الجمعيات، وإن شاء الله نقدر نعمل شيء مع مدام إيناس بالمستقبل القريب، تحديد نخلق وظائف جديدة، نخلق فرص عمل جديدة، ونخلي هالمواطن يلي بالجبل يضل بالجبل، نحد شوي من النزوع على المدينة ومن مشاكلها وهلوم مجار. كثير مهم الحفاظ أنه يبقوا المواطنين هون بمناطقهم بقراهم ببلداتهم. عم تحسوا أنه عندهم هيدي الرغبة، أو أنه هالحالة الاقتصادية عم تمنعهم من تحقيق هيدي الرغبة؟ لا، الرغبة أكيد أنه يضلون هون، عم ينزلوا على المدينة لأنه بدهم فرصة عمل، بدهم يعيشوا بالنتيجة. هون ما في فرص عمل متوفرة بكثرة، هذا اللي عم نسعى عليه هلأ مع الكل، مع الفعاليات. هي كمان أولوية كثير كبيرة عند وليد بيك وعند تيمور بيك خاصة، هي خلق فرص عمل جديدة لجيل الشباب اللي صاعد. أبونا، وين كاريتاس من هذا الموضوع؟ يعني موضوع الشباب اليوم، الناس تعرف كاريتاس أو بيسمعوا عن كاريتاس أنه هي بتقدم مساعدات بمجال معين أو بمجال آخر، بس ما عرفت ديش يعني الاهتمام بالشباب هو يعني موجود وعم تتفاعلوا فيه كمان يمكن مع مؤسسات وبلديات وحتى مع مؤسسات رسمية بالدولة اللبنانية. بالعكس، نحن كاريتاس معروف أنه عم تتعاون مع كل الوزارات، وعلى صعيد إذا بدنا نقول الأولاد والشبيبة عنا اهتمام كتير كتير كبير. يعني عنا ما يقارب فوق 850 شاب وصبية متطوعين بكاريتاس. نعم. هؤلاء كلهم يعني بالصفوف الثانوية والجامعية، السنوات الجامعية. وهلأ أن لراد نحن بكرة الأحد 3 أيلول عنا التجمع الخامس، اللقاء الخامس لشبيبة كاريتاس بالزعرور. يعني كلهم بيجوا، منكون عم نحيي لقاء يكونوا عم يشعروا فيه انه هن ينتمون الى هالعائله، عائله كاريتاس، وعم يتفاعلوا مع المجتمع، لانه كل واحد عم يجي من بيئته ومن مجتمعه. لانه عندنا 36 اقليم منتشرين بكل لبنان، وبكل اقليم في جروب شبيبه متطوع عم بيساعد، ان كان بالمخيمات الصيفيه، ان كان عم بيساعد بحمله كاريتاس السنويه، ان كان باي عمل اخر تطوعي بتحتاج له، مش بس كاريتاس، تحتاج له المنطقه او الجماعه الموجودين فيها. كاريتاس دائما موجودين وعم بيساعدون كلهم، وهيدا بيخلق اول شيء ثقه اكثر بنفس الشاب والصبيه، بيكون في عنده بدون كرياتيفيتي أكتر، وبكونوا أشخاص عم بيشعروا أنه عم بيأدوا عمل إنساني اجتماعي. والولاد نفس الشيء، يعني بعدنا طالعين من كالندريات طويل عريض من المخيمات الصيفية بكل لبنان، انعملوا بالأقاليم، وكان المهتم الأول بهالموضوع هن الشبيبة المتطوعة، عم بيساعدون، عم بيعملولهم تنشيط، عدة أمور بتساعدهم تيكونوا متحين. بس الشباب يعني هل كاريتاس تساعد شباب بجامعات، تساعد طلاب في مدارس، تساعد هذا الأمر موجود؟ نحن عنا برامج معينة، خاصة البرنامج اللي له علاقة
مساعدة الشباب من ناحية الدراسة المهنية، هيدا أكتر شيء بالنسبة لكاريتاس. أما الأشياء التانية الجامعات الخاصة للأسف، لأن تعرف ما في أرصدة يعني، وخاصة ممكن جمعيات أو غيرها من برا تساعد بهالخصوص، ولكن كاريتاس عم تسعى دايما أنه تجرب تساعد قد ما فيها، وأكيد ضمن إمكانياتها. مش هيك عم نتعاون مع الوزارات وتحديدا مع وزارة التربية، وهلا عنا مشروع كتير مهم مع اليونيسف بظل الوضع اللي عايشين فيه وحالة النزوح، وهيدا كله خلق فرص عمل للشبيبة. يعني اليوم اللي عم يشتغلوا هن شباب لبنانية، وكنا عم نحكي هلا الرئيس عم بيقول بالنسبة لفرص العمل هيدا نوع من نافذة جديدة، بدل ما تروح تفتش عمين مكان عم تدق باب شبابك وتكون عم تلتزم معهم. قديش ست إيناس بتشوفي انه يعني هالتعاون ممكن يكون قائم مثلا بينكم مؤسسة كاريتاس ومثل البلديات ومثل كمان غيرها من الجهات بموضوع الشباب، مش انه بموضوع تنظيم مهرجان او تنظيم نشاط معين، ولكن بموضوع الشباب قديش في امكانية للتعاون بهالموضوع؟ اول شيء اياف منا يعني منا معنية لتنظيم مهرجانات، اياف هي لدعم الشباب. نحن رح نتواصل مع الجميع، قد ما بنقدر نتعاون رح نتعاون. اذا لقينا مبدع بكاريتاس رح ندعمه، اذا لقينا مبدع بمؤسسة أجيالنا لأنه حيشاركوا معنا اليوم رح ندعم. الإبداع ما له حدود، الإبداع منه موجود بمحل ما بالشوف أو ببيروت، الإبداع بكل لبنان. أي جمعية، أي جامعة، أي فئة ما كانت بعيدا عن الطائفية، نحن عقدر ما بنقدر رح ندعم، ورح نكون دايما حد هالشباب لأنه هن المستقبل، وإذا قدرنا نساعدهم على القليلة بيقدروا يبقوا بلبنان. طيب يعني كمان عرفت انه كان عندكم يعني نشاط ووزعتوا جوائز على 4 جامعات، على طلاب من 4 جامعات. هل هالمشروع قابل للتوسع بالفترة المقبلة؟ هو اصلا هيدا طريقنا، بلشنا ب4 جامعات لانه الوقت كان كتير قصير، بس السنة الجاي رح نروح على 10 جامعات، ورح نفتح مجال مثل ما هلا قلت لك للجمعيات او للمؤسسات الخيريه كمان نقدر اذا في حدا مبدع ندعمه برات الجامعه. ابونا شفتك حامل شيء شهاده حصلتوا عليها ككاريتاس. بعدنا جايين جديد، كنت من يومين بمصر استلمنا جائزة التميز الذهبية اللي عطيتها المنظمة العربية للعمل الاجتماعي، وهيدي بتصور يمكن جواب على العمل اللي عم نقوم فيه بكل صمت بكل انفتاح للكل، لأنه كاريتاس ما بحياتها بتميز. كاريتاس صحيح هي جهاز الكنيسة الرسمي، الكنيسة الكاثوليكية للعمل الاجتماعي، ولكن كاريتاس بتشتغل مع الكل، ونحن عنا كمان مشاريع تنمية كمان مع البلديات على صعيد كل لبنان، وهيدا بفضل كتار من الأشخاص اللي آمنوا بعمل هالمؤسسة. رئيس روجيه، شو هيك في كلمة أخيرة بتحب تقولها يعني تتعلق بوضع الشوف وبتنمية هذه المنطقة؟ شوف، من أجمل مناطق لبنان، شوف بحاجة أنه يصير فيه استثمارات، بحاجة أنه يصير فيه فرص عمل جديدة، وشوف منفتح كل عمره لاستقبال الجميع. بقى بنتمنى من الجميع يزوروا الشوف، ولو أنه شوي شوي عم نجرب نعمل بنى تحتية سياحية قوية وهلوم مجار، ولكن الشوف بيستحق أنه ينزار. شكرا لك، شكرا لك رئيس بلدية المختارة، رئيس اتحاد بلديات الشوف الأعلى الأستاذ روجي عشي، شكرا لك رئيس مؤسسة كاريتاس الأب بولكرا، أهلا وسهلا فيكم. رح ناخد أول بريك إعلاني ومنتابع بعدين، نهاركم سعيد. Thank you.
ونعود مجددا من بعقلين بحلقة نهاركم سعيد اليوم من وتحديدا من مرج بعقلين يلي رح يشهد بعد ساعات افتتاح مهرجان صندوق الدنيا يلي بتنظمه مؤسسة إيناس أبو عياش. بدي رحب إضافة مرة جديدة للسيدة إيناس أبو عياش برئيس بلدية شحيم السفير زيدان الصغير، أهلا وسهلا فيك، وكمان برئيس بلدية بعقلين عبدالله الغصيني، أهلا وسهلا فيك. قبل ما كمان أحكي مع الرئيس والرئيس، بداية إذا بتخبرينا شوية عن البروغرام يلي رح يكون موجود اليوم وبكرة بصندوق الدنيا. نحن أول شيء عم نحضر مثل ما شايف رح يكون في ألعاب إنفليتبلز بكل الطريق لينبسطوا ويلعبوا، رح يكون في بانجيز ورح يكون في كيرمس ليلونوا ليلعبوا ألعاب ليكون في تفاعل بينهم وبين الأشخاص. عنا برنامج المسرح نحن كتير اشتغلنا عليه ليكون غني، يعني رح يكون المسرح رح يكون مستمر كل الوقت المسرح رح يكون مستمر كل الوقت، في 10 دقايق بين مسرحية ومسرحية وبين يعني بين ترفيه وترفيه كمان. أول شيء رح يكون عنا ميني ستوديو وميني ستوديو بابت شو، ورح يكون عنا كازادو، ورح يكون عنا كريزي لاب وحكواتي وماجيك شو وكلاون شو وزومبا، ورح يكون عنا تاني نهار الختام نانسي عجرم. وغير نشاطات كمان شو رح يكون فيه؟ ورح يكون عنا معنا ميشيل أزي حيقدم شو لإله، ورح يكون معنا شاب مبدع. امبارح كنا عم نحضر فبيجوا بيقولوا لي بدنا نسمعك صوت حلو، عم نسجل لايف بلاقي صوت يعني مش حلو، صوت استثنائي، فحيطلع على المسرح ويغني. اكتشفنا صوت مبعقلين بقلبعقلين طب مين داعيين كمؤسسة على هالمهرجان؟ يعني أوكي الدعوة مفتوحة وعامة لكل الناس، بس مين تحديداً كمان أنتوا حبيتوا أنه يجوا يشوفوا هيدا النشاط يلي عم تعملوه ويمكن يشمل غير مناطق لبنانية كمان؟ أول شيء نحن دعينا كل المؤسسات، دعينا مؤسسة المقاصد، دعينا مؤسسة كاريتاس، مؤسسة ست نورا جملات للتنمية والتأهيل، الحالات الخاصة رح يكونوا معنا اليوم، دعينا مؤسسة موسى الصدر، دعينا كل البلديات المجاورة. هدفنا كان على فكرة نحن طالعين من عنا كتير من الجنوب من الشمال، كتير عنا ناس طالعين من هالمناطق جايين على بعقلين، وكتير اجتنا رسائل انه نحن حابين نشارك، ومن بيروت كمان طالعين ناس، و يعني ما في حدا ما قصدناه ما كان مرحب بالفكرة. الإعلام مدعو أكيد. الإعلام نحن عنا اليوم 120 إعلامي معنا. حلو. يعني أنا أكتر شيء كيف بدي أقول لك، مقدرة قدي الإعلاميين قدروا هيدي المبادرة وكلهم لبوا الدعوة وكلهم قالوا نحن جايين نضوي عالشوف وندعمكم بالشوف وندعم صندوق الدنيا اللي هو احتفال، ما حسميه مهرجان لأنه المهرجان عنده طابع تاني، احتفال لأول مرة بيصير، حدث لأول مرة بيصير. ومثل ما قال الرئيس روجيه أنه تيمور بيك كتير يعني وقتها قعدنا وحكينا بالمشروع كتير كان محمس أنه نخلق فرحة بالشوف، نخلق نجذب مش بس أهل الشوف، أهل بيروت وأهل لبنان كلها أنه يزوروا الشوف. طيب بدي انتقل لرئيس بلدية شحيم، يعني سعادة السفير بداية أول شيء نعد عليك بعيد الأضحى. شكرا. اليوم أنتوا جايين من شحيم لحتى تشاركوا هون بهاللقاء. طبيعي طبيعي. شو بيعني لكم هاللقاء؟ بالواقع أنا لما استلمت دعوة السيدة إيناس الفكرة كانت مفاجئة بالنسبة لي، لأنه مثل ما عم تتفضل نحن بحاجة بالشوف بالإقليم لشعور بالفرح، شعور بالسعادة، لشعور بعد الأيام الصعبة اللي قديناها. شحيم والإقليم ككل والشوف بصفة أوسع لم يشهدوا من سنوات نشاطات ترفيهية إلها معنى واسع. المبادرة اللي قامت فيها السيدة إيناس هي مبادرة إيجابية وتلقى الترحيب بكل تأكيد، وبعتقد هي حتكون تجربة وإن كانت ناجحة تصور إنها بتعم على كل المناطق وبيكون إلها مردود إيجابي، بالمعنى أنه الناس بدل ما تحدث
بالحروب بالفوضى بالأعمال الإرهابية، بصير عندها تحدث أنه صرنا حفلة حضرنا مناسبة حلوة. فنحن بحاجة فعلا للشعور بالفرح بالسعادة، وخاصة الجيل الطالع. الجيل الطالع بحاجة أنه نسهل له أمور الحياة. الحياة بالظروف اللي نحن عايشينها صعبة كتير، على الأقل نخفف عنه بمهرجان بفسحة ترويحية، أنه نخليه يشعر أنه الحياة مش كلها مشاكل مش كلها صعاب. في حالات نحن بحاجة أنه نشعر بالفرح والسعادة. بعتقد المشروع اللي عم تقدم اللي عم تقوم فيه ست إناس مشروع كتير هو ملقى ترحيب، وأنا لها سبب موجود هون، جاية لأتعلم وأعرف شو هو، لأنه عم أقولها للمدام أنه أنا بعدني ما عندي خبر، بس في فكرة عجبتني ونشوف بلكي بتتعمم وبصير في نوع من السعادة والفرح عند الجيل الطالع ككل. أهالي شحيم من المعروف أنه شحيم هي من أكبر بلدات أشوف والأكثر كثافة كمان. نعم. بالسكان وأهاليها، يعني هل رح يكونوا مشاركين اليوم؟ رح يجي ناس منهم يشاركوا هون؟ شوف لأقول لك، المشروع بعده جديد للمرحلة الأولى. أنا المبارح بالذات كان كمان في مهرجان بشحيم حول الفني والترويحي وغيره. أنا جاي لهون لحتى لأقولهم أنه أنا بدي أقول لأهل شحيم لما برجع انه في فعاليات مهرجان تستاهل انه الواحد يطلع عليها ويشارك فيها. يمكن اليوم ما يجيش او يجي شيء قليل كتير، بس انا حانقل بامانه الوقائع اللي رح شوفها على الساحه. ولما بصير الناس تعرف انه في نشاط ترفيهي، في نشاط اجتماعي، في نشاط يعني سياحي عم تقوم فيه بلده بعقلين او اي مؤسسه سياحيه، حيكون بكل تأكيد موضع ترحيب وتقدير من عنا. حاليا فيني أقول لك يمكن ما يجيش أو يجي عدد قليل، بس أنا رح أنقل بأمانة الأشياء اللي رح شوفها هلأ هون. رئيس حضرتك شو بتقول اليوم نحن عندكم هون ببعقلين؟ أنت في بيتك بهذه البلدة الحلوة الجميلة أنت التاريخية. وأنتم في بيتكم تسمع. أنا برحب فيكم باسمي وباسم بلدي، و ولربما سعادة السفير ضوى على منحة معين من مشروعنا البلدي الترفيهي، ونقول أكثر في ذلك هو مشروع الزواج الوحدة الوطنية في بعقلين. ولربما اختيار المناسبة كانت لها مدلول معين خصوصي عيد الأضحى والحضور المسيحي الإسلامي الكثيف من قرى الإقليم إلى قرى الشوف الأعلى إلى شوف الحيتي إلى شوف يعني ليل القمر والمناصف، كلهم مدعوين للحضور شعبيا ورسميا، بمعنى أن المجال البلدي صرنا شهرين نحن عم نحضر للحدث هيدا بلقاءات في عشوات في بيت الدين، وبعتقد ستثمر في موضوع المشاركة. هلا لكل رأي، كل واحد له رأيه. نشكر أول شيء ست إناس، وأول شيء كمان الرعاية السياسية لهالمهرجان هيدا الاحتفالية كما سمتها الست إناس من أستاذ تيمور جنبلاط، وأكيد لفيف القصر التاريخي، وهذا مشجع لنا الآن وفي المستقبل. قديش يعني التعاون عم بيكون مثمر بينكم وبين مؤسسة إناس أبو عياش، وقديش ممكن هذا التعاون بالمستقبل يروح لأمور يعني أبعد من صندوق الدنيا؟ يمكن لربما يعني عم باخد الأمور خطوة خطوة. أنا السنة الماضية بدأنا تجربة جميلة جدا ونجحت بامتياز وكان الحضور كثيف، لكن السنة هيدي أخذ منحة آخر، البعد الفني البعد الديني مشاركة دينية. ولكن ما هو المستقبل؟ المستقبل لنا خطة عمل نطرحها معها، لأنه دائماً في الجمعية عم تعطي من قلبها وقلبها، بمعنى أنه ستشارك بكل ما هو مؤات للحركة الشعبية في المنطقة، بمعنى أنه لا جوع لا فقر لا 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 لا، هذه يعني إناس معية جمعيتها، وإن شاء الله تنجح الأمور وتستقر ونستمر معها. ست إناس أنت راح تضلي ببعقلين بهالمهرجان.
ليه فينا ما نكون بعقلين بعقلين بشكل دائم ان شاء الله، ليش لا. طيب اليوم كمان يعني مثل ما عم يحكوا الرئيس والرئيس انه شغله جديده عم بيجربوا يعمموها، التعاون ممكن يروح لابعد وابعد، هل كل يعني الامكانات متوفره بالفعل لتعزيز هذا التعاون وتكبيره ولي يعني جعله مثل ما بيقولوا هيك حاله سنويه او حاله فصليه يمكن كمان؟ هو اكيد رح يكمل، ونحن مثل ما من دايما منقول انه ارادتنا هي سلاحنا، رح يضلوا عنا الإرادة ورح نضلنا نبادر ورح نضلنا نحاول نحط إيدنا بإيد بعض لنعمله أكبر وأكبر وأحلى. أهم شيء مثل ما ذكر الرئيس أنه هالأطفال يكون عندهم فسحة الأمل ليغيروا جو وليفرحوا وليغنوا وما يكون عندهم ما يكونوا عم بيفكروا بأي شيء تاني. إذا قدرنا نخلق لهم فسحة هالفرح وكمان كملنا معهم بعتقد هيدا الشيء رح يكون إيجابي. وقت بتقولي كملنا معهم يعني هون بيعتمد على المؤسسة وبيعتمد كمان على البلديات. شو هو المشكلة الأساسية اللي ممكن تواجهوه بهذا الموضوع؟ التوعية. لازم يصير في توعية بالشوف للأطفال، أنا هيدا برأيي الشخصي، ما بعرف طيب. إذا الرئيس والرئيس بيوافقوا معي رئيس إنه يصير في توعية. كنت عم تحكي إنه كان عندكم مهرجان بشحيم نعم. وإنه هذا المهرجان كمان كان مهرجان ترفيهي وهيك شيء، اليوم قديش بتحس إنه بالفعل بحاجة هالناس مثلا عندك ببلدتك لهيك شغلات؟ قديش بتحس إنه مثلا في حاجة لأمور بتساهم بتوعية الشباب، بتساهم بتوعية الأطفال، بتساهم بخلق تنمية ضمن هذه البلدات، لأنه هذه البلدات بالآخر الناس عايشين فيها وقاعدين فيها، في قسم كبير منهم بيشتغل فيها وقسم كبير بيروح بيشتغل بغير مناطق، قديش هيك شغلات بتساعد؟ من المؤكد انه الجيل اللي بده ينمى بده يواجه كل ظروف الحياة نعم. اللي هي عايشها حاليا. نحن مثل ما قلت لك من عدة سنوات لم نشهد في شحيم في المنطقة عندنا نشاطات فنية عالية جدا. شو كان السبب؟ يمكن الظروف الأمنية الظروف السياسية أو الظروف المادية. حاليا اللي عم يحصل هو أنه الناس الإقبال اللي حصل امبارح ما شهدت له شحيم أبدا. يعني كانت أولا مفتوحة للجميع والمدفوعات كانت رمزية. البلدية مساهمة فيه أنتوا كبلدية؟ كنا نحن مشاركين ولكن مش مساهمة فعلية، على أساس أنه في شيء نشاط من الشباب اللي اسمه حراك شحيم نعم. قاموا بهالنشاط هيدا وهن مستمر اليوم وبكرة كمان عم يستمروا ومفتوحين لكل المواطنين للجميع. وحسب ما أنا لاحظت أنه الجميع عم يرحب. ليش؟ الإقبال كان غير متوقع، الساحة كانت مليانة بالناس، المشاركة كانت عفوية، يعني كانوا لما يباشر أي فنان بقطعة موسيقية تشوف الناس عم تتابع عنه والناس بينزلوا على الساحة ليرقصوا. يعني الناس بحاجة لتعبر عن فرحتها أو بحاجة لتشعر إنها هي تعيش بجو فرح، وجو الفرح هيدا بيساعد على نشر نوع من الاستقرار النفسي بين الناس. إذا كان أنا بدي أفكر دائما إنه هموم متواصلة، حالة عسر وحالة عطلة عن العمل وحالة بطالة، طيب امتى الحياة اذا مش هنعيشها بسعادة بيكون الحياة كأنها ما إلها طعمة. فمشاركة الناس بالسعادة بالأفراح بالتسلية خليك تشعر انك انت عم تحقق شيء إيجابي. نحن عم نبذل كل كبلدية التسهيلات الممكنة لنجاح. في حدا بيساعدكم؟ هي المساعدة تأتي داخلية، يعني القادرين من أبناء البلد أو من المحلات المجاورة عم يساعدونا، عم يساعدوا الحراك لحتى يكمل نشاطه. نحن بالبلدية عم نسعى أن نكون نحفظ الأمن ونأمن النظام ونقدم المساعدات اللوجستية اللي هي تقريبا نوعا ما يدوي فنية نعم. يعني بنأمن الأمن
بدنا نأمن السير، بدنا نأمن يعني المساعدات الشكلية البسيطة حتى لا يشعر الناس إنه نحن موجودين من أجل الخير العام، المصلحة العامة للناس، ونحن منساعدهم قدر الإمكان حتى لا. بدي أقول لك شغلة، يمكن في شغلة يمكن هي اللي مانعتنا أكثر شيء نسيهم بقوة. نحن بلدية شحيم مسألة النفايات عم تستهلك كل ما أموالنا، مش قادرين ندخل بمشاريع كثيرة. هذه كمان قصة كبيرة. نحن مبالغ كبيرة عم ندخل فيها للتخلص من النفايات، سواء بطمرها سواء بمعالجتها، وهيدي يمكن عم يخلي البلدية محدودة الحركة في عملها التنموي. بس نحن عم نقوم دائما بدورنا. عظيم. رئيس ببعقلين انتو كمان هون، يعني شو هي النشاطات الاخرى او المشاريع اللي حاطينها للمستقبل؟ كيف ممكن يكون في تعاون بينكم وبين مثلا مثل جمعية الست إناس او غير جمعيات؟ كيف ممكن يتعاونوا مع باقي البلديات، خصوصا انه منطقة الشوف هي منطقة سياحية بامتياز، تتمتع بالكثير من المزايا السياحية، بس كمان بنفس الوقت تعاني من كثير من المشاكل، خصوصا مشاكل إلها علاقة بالشباب وببقائهم بأرضهم وبقراهم. شوف، كمجلس بلدي من سنة وثلاث شهور أخذنا على عاتقنا بناء البشر، التركيز على البشر قبل الحجر. كان في مشكلة الجيل الجديد الذي انغمس أو خرج من أتون الحرب. الموضوع هذا يعالج على نار هادئة بدراية وعناية من كافة الأحزاب والقوى السياسية في المنطقة، وكل هذه المجموعات مدركة حجم المشكلة القادمة إذا استمر الوضع كما كان عليه. ففي هناك اتفاق مظلة سياسية عامة للتوجيه العام، بمعنى أنه منظمات شبابية هي تفعل لها دور في بعقلين، وبشوفهم هلأ بينظموا معنا موضوع الأحزاب فعلي في بعقلين ولها دورها، والبلدية ترعى كافة هذه النشاطات. هلأ بالنسبة لموضوع المستقبل لنا، اوكي، نحن افتتحنا معرض الدائم للفنون الجميله، وهذا يؤسس الى شيء مهم جدا في المنطقه. صحيح، يمكن هذا بيغير شوي بالعقليه عند الشباب. هلا القدره الانتاجيه، يعني في شغلات كثير بعدها غير متكامله الصوره والمشهد، المشاهديه مختله او ضبابيه. الى اين بمعنى سؤال اساسي بالمنطقه خصوصي. هذا الى اين بدا توجه سياسي، بدا حصر للكوادر، حصر لكل ما هو راس مال في المنطقه. دون راس مال لا تستطيع ان تفعل شيئا. وانظر الى خلفك هون، بتلاقي في مجمع الشوف السياحي قريبا سيبدا العمل به ويعاد. شفت في مسرح يمكن. اي بالضبط. هذا تجديده اخذوه على عاتقهم مجموعه من الشباب الطيبه بعقلين، ونحن يعني اكيد بنسهل الامور. وهلأ بالنسبة للملاعب الرياضية، إن شاء الله في مجموعة كبيرة عم تحط ثقلها في العمل الرياضي. كلية الشوف الوطنية مش دعاية لها، بس هي الأقدم في بعقلين قبل المدارس الرسمية، عم تعطي المساحة اللازمة للمجتمع المدني. في المكتبة كمان، مكتبتنا 300 ألف مخطوطة أو 150 ألف من عدا السبسيريز. هذا الشيء مهم لبعقلين. هلأ في عندك كشاف، في عندك حركة مهمة بعقلين. نحن مثل ما قال سعد سفير النظافة، مصنع النفايات عم ياخد بيستهلك 70% من وزنتنا، وهذا مخيف جدا إذا استمر الأمر. لقد استقالت الدولة من مهامها، وعلى البلدية أن تقوم الدولة، ولم تستطيع البلديات القيام بقمة الدولة. يجب إعادة الدولة وتأهيلها وتنظيفها وتجديدها لإعادة استدراك ما عليها من واجبات. عم يشكو يعني الرئيس عم يشكو من قصة النفايات وصعوبة معالجة هذا الموضوع، إنه عم تاخذوا كثير من ميزانياتهم. أنتم بهذه الجمعية مفكرين مثلا بهالموضوع؟ بدنا نسأل الدولة، هني لازم يكونوا فكروا. الدولة مستقيلة، ما عم تفكر بهالموضوع. إذا عم تفكر بهالموضوع بشو عم تفكر لك هنا؟ عندي سؤال أساسي هون، يعني كمان رئيس بلدية شحيم ورئيس بلدية بعقلين حكيوا عن أمر كتير أساسي، عن أمر له علاقة بالتنمية، وحكيوا عن يعني الأمور اللي ممكن تساعد الشباب وتسقفهم زيادة من خلال المهرجانات، من خلال النشاطات الثقافية. وانت حضرتك حكيتي كمان انه هذا امر كتير مهم لحتى نوعي هالشباب ونوعي هالاطفال حتى ما يروحوا على محلات اخرى. هذا قد بياخد من وقتكم ومن نشاطاتكم؟ نحن هلا عم ندرس كل المواضيع،
وعم نحط خارطة طريق إياف لسنة الجاي. رح نعطيه جزء مهم بخارطتنا ونقدر نشتغل عليه بالشوف على قدر ما بنقدر، لأن نحن أكثر مركزين على الإبداع، على المبدعين. نحن أكثر مركزين إنه بدنا شباب لبنان يبقوا بلبنان، بدنا ياهم يبلشوا طريقهم، يصير عندهم مدخول شخصي ولو بسيط. وما بتعرف يمكن أحد من هالأشخاص اللي ندعمهم يصيروا بمحل ما ويصيروا هن يدعموا غيرهم. يعني هذا الأمر موجود بحساباتهم؟ أكيد موجود. موجود. رئيس، يعني كمان بالنسبة لشحيم مثلا، ده بتشوفوا أنه ممكن هيك نشاطات ثقافية ونشاطات أنه بتفكروا فيها تبعد الشباب عن كثير من الآفات الموجودة حاليا، إن كان مخدرات أو غير مخدرات، إن كان التطرف، إن كان كثير من هذه الأمور، وهذا أمر أساسي اليوم نحن بمجتمعنا اللبناني اللي هو من الآخر مجتمع تعددي. شوف، الإنسان بطبيعته ميال إلى الحرية وميال إلى الحركة والإنتاج. إذا كانت الطرق قدامه ميسرة فهو يسير بالطريق السليم. في النشاطات عندنا بلبنان بشحيم نشاطات ثقافية، عندنا حوالي 15 نادي رياضي بيقوموا مش نشاطاتهم مش واسعة، ولكن عم يستوعب عدد كبير من الشباب ليقضوا وقت ممتع. الحمد لله عندنا بالنسبة يمكن المخدرات أو حتى التطرف مش موجود، يمكن في عندنا إيمان، الإيمان اللي هو العادي إنه بتشوف واحد عم يمارس طقوسه الدينية بس ما بيتهم غيره إنه هو ضده بالدين أو أي شيء. النشاط الثقافي عندنا، نحن عندنا، يعني بدي أحكي لك عن المؤسسات الثقافية بشحيم، مؤسسات واسعة، وكل نادي عندنا عنده نشاط ثقافي بيمارس فيه، وبنمارس الأعمال كمان الرياضة اللي هي بتأثر بتنمي الشباب وبتخليه تصرفوا لمجالات مسلية ومربحة. الشيء اللي مريح عنا في شحيم انه نحن بعاد عن كمان ما يسمى أجواء المخدرات. المجتمع الشحيمي لا يزال نوعا ما مجتمع نظيف، بالمعنى انه لم تدخله السيئات بعد بالشكل اللي هو بنخاف منه. يمكن يكون تقول لك شو واحد مخالف او اثنين، بس بيكون يعني المجتمع او العائله بتضل تربطه، يعني الرباط العائله ما زال يلعب تاثيره القوي عندنا بالبلد، وهيدي اللي عم يضبط الاوضاع. يمكن نحن ما شفناش ولا واحد عندنا من البلد منتمي لتيار سياسي لتيار طائفي متطرف، وهيدا الشيء اللي مريحنا. رئيس، شو نظرتك لهالموضوع انت بتشوف اللي عم يحكي عنه الرئيس؟ شوف، انا من ناحيه عامه عم بحكي، هناك فجوات في عمليه الترابط الثقافي والانمائي. لا تستطيع حمايه المجتمع الا بتقديم الافضل له من خدمات ووظيفه وحمايه وظيفه. هالشيء مفقود. نعم. بصراحه حتى ما نكتب او التكاذب سياسي عمياء وخرقاء. نعم. اللي عم قوله أنا هلا، لا شك مثل ما قال سعد السفير، دائما المجتمعات الغير استهلاكية تبقى أقل عرضة للمخدرات والفجور هذا لا يعني إنه هناك ما في مشكلة، في مشكلة. طيب، بس قبل ما تابع أنا وياك رئيس، بدي أضطر يعني أقطعك، بدنا ننتقل على باريس مع زميلنا يزبك وهبي اللي موجود بباريس، عم بيغطي زيارة الرئيس سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية. اليوم الرئيس سعد الحريري بده يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. يزبك، يعني شو بتخبرنا عن هذه الزيارة وعن اللقاء مع الرئيس الفرنسي؟ نعم بسام، نهارك سعيد ولضيفك، وأضحى مبارك لكل المشاهدين. نعم، يعني بعد 35 دقيقة من الآن سيلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. هو أول لقاء بينهما كرئيس فرنسي، فيما زار ماكرون قبل ذلك بيروت قبيل انتخابه، والتقى الرئيس الحريري الذي كان قال له أتمنى أن أراك رئيسا في باريس، وهذا ما حصل. هذا اللقاء يفترض أن يحصل عند 10:30 بالتوقيت المحلي، 11:30 بتوقيت بيروت في قصر الإليزي الذي لا يبعد عن هنا سوى 5 دقائق. نحن نقف في شارع الشانزليزي، الشارع الرئيسي في باريس. هذا اللقاء يعني يأتي بعد لقاء جمع الحريري أمس بنظيره الفرنسي إدوار فيليب. ستتم استكمال المباحثات التي بدأت أمس والتي ركزت على أكثر من ناحية، موضوع دعم فرنسا للبنان ولا سيما للجيش اللبناني،
موضوع دعم لبنان في مواجهة قضية النزوح أكان من الناحية السياسية لناحية إيجاد حل سريع للأزمة السورية وعودة النازحين تدريجا إلى مناطق آمنة كما قال الرئيس الحريري، أو لناحية دعم البنى التحتية اللبنانية التي أصيبت بترهل وب يعني أضرار كثيرة جراء عبء النزوح الذي يقدر بمليون إلى مليون ومئتي ألف نازح سوري بحسب الأرقام الرسمية. كذلك الأمر يعني سيتم بحث الوضع من ناحية تنظيم داعش الذي استطاع الجيش اللبناني طرده من الأراضي اللبنانية والمرحلة المقبلة، وما يتطلبه لبنان لتعزيز قوته الداخلية وتوسيع علاقاته مع دول الغرب بشكل عام. هذه هي عناوين البحث، خصوصا وأن الرئيس الفرنسي يستعد في الربيع المقبل لزيارة الشرق الأوسط ولبنان على جدول أعماله. وبالأمس تلقى رئيس الوزراء الفرنسي دعوة من الحريري لزيارة لبنان فوعد خيرا بتلبيتها، مذكرا بأن نائبه في عمدة مدينة لهافر التي يرأس بلديتها إدوار فيليب هو طبيب من أصل لبناني وكان يدعوه دوما لزيارة لبنان ولم يفعل، فوعد هذه المرة بتلبية زيارة لبنان التي وجهها إليه الرئيس سعد الحريري. هذه بالمجمل يعني الأفكار التي ستطرح خلال لقاء اليوم، وسنكون معكم بعد نحو نصف ساعة حالما يصل رئيس الحكومة إلى قصر الإليزي. بسام، شكرا لك يزبك، وعلى كل إن احنا رح نكون معك مباشرة مرة جديدة من باريس ومن الإليزي بالتحديد عند وصول الرئيس سعد الحريري للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بدي أرجع لعند رئيس بلدية بعقلين، كنت عم تحكي عن مسألة المخدرات وغيرها، بس إذا فيك تختصر لنا إياها قبل ما نأخذ البريك. الحقيقة قلت لك ما في تكادم، هون في مشكلة عامة في لبنان تحد من قوتها وامتدادها الثقافة الاجتماعية، وكما قال سعد السفير الثقافة الدينية. نعم. بعض المساجد بيقوم بالوعظ وهذا جيد، لكن يجب أن يكون هذا الوعظ مرتبط بخطة اقتصادية لتهذيب الصورة العامة وتقديم الأفضل للشباب. لتنمية المنطقة كمان. أي. وخطة لتنمية المنطقة. طبيعي، لأنه بلا إنماء ما في شيء. إغماء. إغماء. نيح هيدي. على فكرة بس بدي أقول له شيء لرئيس بلدية بعقلين. معلش أنا بتواصل معك. الحق يقال إنه من شهر ونص دعينا وجهنا دعوات إلى رؤساء المنطقة من بلديات وجمعيات وقيادة أمنية، وفي خمس قرى من الإقليم تمت دعوتهم للإشاء التحضيري لهذا المهرجان. هلا سعادة السفير لربما كان منغمس ببعض المشاغل لأنه سفير وبتعرف، فبعتقد الحضور سيكون كثيف من الإقليم، ونحن محضرين حالنا لهالموضوع. نظمين كل شيء، نقلوا من نقل كل المنظمة من بداية مدخل بعقلين الجنوبي، يعني غريفة، عنبال، عطرين، دريا إلى ثعلورية، ودار دوريت والقرى الشوفية الساحلية كمان، والدمور كان معزومة، وبالتالي أكيد الشوف الأعلى والشوف الحيتي كلهم معزوم، وأهلا وسهلا فيهم بعقلي. أهلا فيكم. شو كنت بدك تقولي له بس للرئيس؟ في شيء كنت بدك تقولي له إيه؟ لا لازم تقولي لأنه المشاهدين سمعوا، بدك تقولي لي شو بدك تقولي له؟ بدي أقول له يعدد رؤساء بلديات الإقليم. نعم. الحاضرين معنا. على كل أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك رئيس بلدية شحيم، وأهلا وسهلا فيك. وأهلا وسهلا من عائلة خي بسام والزملاء كلهم في الإداعة، وأهلنا بعقلين والمنطقة، عيد مبارك عليهم. تمنياتنا لهالمبادرة بالنجاح لأنه بتنعكس إيجابا على كل الشوف. إن شاء الله. كلكم زو. شكرا وشكرا لوجودكم معنا. أهلا وسهلا فيكم. رح ناخد تاني بريك إعلاني ومن بعده منتابع. نهاركم سعيد. We'll be right back.
وأنا أعود إلى بعقلين لمتابعة نهاركم سعيد مباشرة من مرج بعقلين يلي رح يشهد صندوق الدنيا بعد ساعات مع مؤسسة إناث أبو عياش. بدي رحب برئيس بلدية دادوريت الأستاذ أنطوان سعادي، أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا أستاذ بسام. بدي بس بعد أسألها سؤال للست إناث كمان عن المشاركين، قلت لي بعد في المزيد من المشاركين يلي رح يكونوا معك. رح يكون معنا الصليب الأحمر ورح يكون معنا الجناس ورح يكون معنا المنظمة منظمة الشباب الاشتراكية ورح يكون معنا الكشاف التقدمي رح يكونوا معنا كمان، كلهم رح يساعدونا بالتنظيم. ها غير أهل بعقلين غير المتطوعين، يعني عنا فوق 100 متطوع. فوق 100 متطوع رح يكونوا عم بيساعدوا الناس اللي موجودين هون. موجودين. ومثل ما قال رئيس البلدية إنه يعني وصول الناس لهون مؤمن وفي مين رح يرشدهم ومين رح يدلهم مين رح يساعدهم. مزبوط. والأمن صحيح. كله حيكون معنا والجيش حيكون معنا. الكل حيكون معنا لإنجاح هيدا الحفل. أستاذ أنطوان شو بتقول اليوم عن المشاركة بهذا النشاط في بعقلين؟ أنت من ضيعة حد بعقلين. صحيح. أنا بدي أقول شوية شعر وننطلق منه. تفضل أستاذ بسام. تفضل شعر حلو. الـ LBC بمطلق حين محطة نظرتها بعيدة. حلو. لا بتمل ولا بتلين وفيها الفكر التجديدي، وإيناس بسفر التكوين معها البعد التوحيدي. مش حلوة أحلى الحلوين، بتهدي الزنبق تنهيدي، وعيد الأضحى ببعقلين في عنده نكهة جديدة، وكترة ما شفت محبين حاسس حالي بدردريت وقادر أعتبره عيدي. حلو حلو. العيد اللي بيجمع كل الناس هيدا العيد، وعيد الأضحى السنة بتحس لبنان كله معيد يا أستاذ بسام، من انتصارات الجيش إلى الفرح العايش بقلب الناس. طبعا في غصة كلنا بنعرفها، بس هيدا الواقع اللي نحنا فيه. تمني إنه العيد يبلسم هالجراح ونقطع لعيد أفضل. أما بالنسبة للأعياد بشوف الأعياد حلوة كتير، لأنه ما زالت الناس على تقاليدها القديمة، وكل بيت بشوف قادر يشعرك معاني العيد القديم اللي ورثناها عن جدودنا. والست إناس لو شفتها ضعيفة هيك، بس قدرت تحط الدنيا بصندوق وتجيبها على بعلي. حلوة هيدا. صندوق الدنيا، ليش سميتي صندوق الدنيا على فكرة؟ لأنه اجى الاسم من صندوق الفرجي. أنت بتعرف صندوق الفرجي كان من زمان هيدا. صندوق الفرجي كنت من خلاله تشوف كل العالم، وبعتقد ما حدا من أهلنا ما كان صندوق الفرجي بيعني له، فقلنا بنسميه صندوق الدنيا ليكونوا هالأطفال نقدر نجيب لهم هالدنيا بقلب صندوق الدنيا. ونتمنى أنه صندوق الدنيا يكون بقلبها أحلامهم وانتصاراتهم ويقدروا يتطلعوا لقدام وينجحوا للمستقبل. أستاذ أنطوان قديش بتشوف اليوم هيك بتشوف هذا التكامل بين اللبنانيين موجود، أو هذه يعني الألفة والعيش المشترك الفعلي موجود بين اللبنانيين؟ أستاذ بسام نحن ما منشوف شوف إلا هيك، ولا منشوف لبنان إلا هيك. بيقول أحد المؤرخين جواد بولس، عندما يسقط العيش المشترك في الجبل يسقط لبنان. ومش عيش مشترك، عاداتنا بضياعنا كلها مثل بعضها، يعني بتفوت على هالضياع الموجودة وحضرتك بتعرف لبنان كله، مثل ما كأنك فت على بيت كأنك فت على الشوف كله. هالعادات الحلوة وهالمشاركة الحلوة وهالتواصل اللي عم ينخلق، ومن جملة اللي عم يخلقوا هالتواصل بفعالية مؤسسة إناث الخيرية إناث أبو عياش، لأنه عم تجسد شيء على الأرض لأول مرة من زمن بعيد، إنه بيكون في مشاركة لأطفال من دير دوريت بمهرجان يقام للأطفال ببعقلين. وإلا ما نسعد الطفل ونقول له وين بده يروح ويجي، ما فينا نبني المجتمع. يعني أنا بتوقع بهودي اليومين 100-150 طفل من دردوريت يجوا يلعبوا ويفرحوا ببعقلين، أكيد رح يخبروا أهلهم وأهلهم رح يخبروا غيرهم إنه هيدا الشوف وهيدي الحياة بالشوف. يعني فينا نقول إنه العلاقات بين كل مكونات الشوف رجعت إلى طبيعتها كما كانت.
نعم، وهيدا بفضل المصالحة اللي انعملت بين غبطة البطرك صغير والزعيم الوطني وليد بيك جملات، وعم تنعكس على الأرض بفعالية سيد بسام، لأنه زيارات المسؤولين بالمنطقة، زيارات السياسيين بالمنطقة كلها عم تدعي للإلفة وللرجوع إلى الحياة الطبيعية، وهيدا اللي تعودنا عليه، وإن الله راد هلأ بلشوا هالشباب وهالأطفال يتعودوا على هالحياة. أنتوا بدردوريت قديش يعني كمان دردوريت بعرف ضيعة صغيرة من ضيعة كبيرة، نعم، بس قديش أنه عم تقدروا كبلدية تقوموا بنشاطات، تقوموا ببعض الأمور يلي بتساعد الأطفال، بتساعد الشباب، يلي بتنشر التوعية كمان، هذه الأمور كتير مهمة، أو أنه كمان علقانين بمشاكل نفايات وغير نفايات؟ لا يعني عنا حل مؤقت للموضوع الأخير اللي هو موضوع النفايات، وعلى أمل أنه ينوجد الحل الشامل، ومشكلتنا مثل مشكلة كل الناس وكل الضياع بلبنان. أما على صعيد البلدية بدير دوريت سيد بسام، بلديتنا يعني بلدية متواضعة، ضيعتنا ضيعة حلوة، ونتمنى هيك شي مرة تزورونا، وإلك فيها محبين وللإل بي سي، عم نقدر نخلق مثل ما بيقولوا عم نشتغل بفلس الأرملي، وعم نقدر نخلق أجواء، وعم نشتغل صحيح إعادة البناء والعمار شغلة ضرورية وإعادة البيوت، بس الشغل على البشر شغلة لها أبعاد أكتر. هلأ عملنا مثل المهرجان بهالصيف 4 أيام، وكان في نهار للأطفال وطلعوا من بيروت، صاروا هني الأطفال اللي طلعوا عم يجيبوا أهلهم من بيروت على الضيعة، المكان عنده بيت عم بيعمر، قالوا دار دوريت مش بعيدة عن بيروت يعني. لا لا 37-38 كيلومتر يعني من ضواحي بيروت، ضواحي بيروت صحيح. يعني اللي من عملوا بيروت ما سموه بيروت الكبرى، كانت دار دوريت من حدود بيروت الكبرى، بيروت الكبرى يعني. بقى الاشي هيدا عم تسهل علينا، يعني الطفل لما عم بيقول لأهله خدوني على الضيعة عم يتحمس وبيجوا، لما بيقعدوا هون يي هيدا بيتنا كان هون خلينا نرجع نعمره، هيدا الطفل لازم تعملوا لي بيت ارجع، في رغبة جديدة، وإلا ما يرجعوا الأطفال بعدين الشباب بعتقد إنه مصير الضياع كلهم يبقى صعب، ومصير الريف اللبناني يبقى صعب. ومن هون يعني طبعا أنتم مش عم تأثروا خاصة الـ بي سي بالدعوة للعودة للريف ولحياة الريف ولحياة الضيعة، لأنه المدينة ما بعتقد بقى ساعة ولا بقى تستوعب. شباب دار دوريت بحبوا يرجعوا على دار دوريت كتير أكتر من المعقول. عملنا المهرجان على 4 أيام أستاذ بسام، بين 4000 و5000 شاب وصبية من دار دوريت وأصحابهم اللي هن عايشين هن وياهم عزمون على دار دوريت، وكان مهرجان ناجح بكل مقومات. طيب والتعاون مع مين عم بيكون أكتر شيء حتى تقدروا تعملوا أي نشاط بالبلدة، مع أهل البلدة، مع جمعيات، مع مؤسسات بالدولة اللبنانية، مع مين عم تتعاونوا؟ اللي بدي أقول لك يا أستاذ بسام، أنت عارف واقع الدولة والوزارات اللي عم نشتغلوا، عم نشتغلوا بمجهود فردي نحن أولاد الضيعة، مع رعايات من فعاليات الضيعة مش أكتر من هيك، مع بعض مساهمات بسيطة يعني، بس عم نتكل على ذاتنا والحمد لله عم نلاقي تجاوب يعني. الأحزاب بتساعدكم؟ لا الأحزاب أصلاً نحن ما عندنا أحزاب بالمعنى الحقيقي، يمكن عندنا ناس محازبين، عندنا ناس بيحبوا فلان أو بيحبوا الزعيم فلاني، بس ما عندنا ناس نتكل عليهم كأحزاب، وأنت بتعرف يعني. أستاذ أنطوان سعادي، أنا بدي أشكرك لأنك جيت شاركت معنا اليوم أنا بدي أشكركم هون، ونحن نتمنى لك لألك ولدار دوريت كل الخير، ونتمنى كمان لكل الشوف كل الخير. شكرا. ونحن هلا بعد شوي بدنا نستقبل كمان احد الطلاب يلي بده كمان يكون معنا هون، واللي هو استفاد من التقديمات يلي بتقدمها مؤسسه ايناس ابو عيد. هلا وعدتني ست ايناس على الهوا على الهوا على الهوا تفضل خليها تحكي لي انه بدها تعمل شيء بدار يريد ان شاء الله، وانا عم حضر الناس ان شاء الله ان شاء الله. فاذا نحن هلا بدنا نستقبل احد الطلاب وبكمل انا الحديث مع ست ايناس. بدي يعني عم نشوف انه في كتير يعني امور يعني تتطلبها المنطقه هون، ويعني الناس اللي موجودين هون بهيدي المنطقه، وانه في كتير من البلديات عندها امور بدها تطرحها وعندها امور بتحب انها تحققها. قديش برايك انه انتم يعني كجمعيه وغير جمعيه بالتعاون مع ناس تتعاونوا معهم قادرين انه بالفعل تكونوا موجودين على الارض، مش عند الكل بس على القليل عند المحلات اللي بتلاقوا انه لازم فيها تكونوا موجودين؟ استاذ بسام هيدا سؤال كتير واسع مثل ما بيقولوا،
وبصراحة أنا بالمؤسسة، نحن بالمؤسسة رايحين اتجاه قلت لك الدعم الشباب، ما فينا نتفرع كتير. يعني أنا بالمؤسسة يعني محصورة بهالإطار، محصورة بهيدا الشيء، ما بقدر، ما بنقدر نحن كمؤسسة نلبي الكل. عقدر ما بنقدر رح نساعد، بس توجه المؤسسة للشباب، فما بنقدر، أنا بس عم برجع كررها، ما بنقدر إنه نوسع لهيدا الحد. نعم. لأنه بتضيع هوية المؤسسة. عظيم. في معنى أحد الشباب الطلاب، بس إذا بتعرفنا عن اسمك. صباح الخير، ينادي عليكم وعلى جميع اللبنانيين. أنا اسمي جاد المصري من جامعة الـ LAU بيروت. أنت استفدت على فكرة، أنا مخرجة من الـ LAU. والجامعات الأربعة يلي ربحوا هني، بس نرجع نذكر فيهم. الـ LAU العربية، اللبنانية، والإزاك. أوكي. شو المشروع اللي فاز فيه؟ شو عن أي مشروع فزت؟ عن شو؟ مشروعنا هو عبارة عن تطبيق بيتخصص بتأمين العمل للمرأة في لبنان وللأصحاب الأعمال الحرة. هو هدف مشروعنا تمكين المرأة في لبنان، وخاصة المرأة اللي ما تخرجت من الجامعة وما حصلت على شهادة تعليمية. وهذا التطبيق بيكون وسيلة للمرأة. هذا التطبيق على السيلفون؟ نعم. بيكون وسيلة للمرأة لحتى تقدر تشتغل. بعد ما حددنا اسم. ما عطيته اسم. بعد ما إيه لا. إيه بس تشرح لنا بعد شوي عنه تمام. إيه إنه هو هذا التطبيق بيكون وسيلة للمرأة إنه تقدر تلاقي على شغل، تبحث على عن شغل وتقدر تشتغل حتى لو هي منها مخرجة من جامعة وما عندها شهادة تعليمية. يعني بتحطوا فرص العمل بهيدي الابليكيشن؟ لا، هي هيدي الابليكيشن بيكون في اعمال مخصصة، مثلا للمرأة بتقدر تشتغل كعاملة بالمنزل، خياطة، طبيخ، تطبخ، وفيها كمان تكون انه مربية اطفال. او حتى ان كنا عم نحكي انه تطريز، موني، اذا حدا بده شيء، يعني رح يحاولوا يوسعوها ورح يبلشوا منطقة منطقة. وهيدي الاب لي كتير نحن انه حبيناها. هلا كان عنا 5 مشاريع من كل جامعة، وصدقني الخيار كان كتير صعب، بس رحنا على المشروع اللي بيتنفذ اكتر. وهيدا المشروع ليه هالقد حبيناه؟ لانه بهمنا المرأة يعني تتكل على حالها، يكون عندها مدخولها الشخصي، ما تتكل على زوجها او على عائلتها، وخصيصا مثل ما ذكر الامرأة اللي ما قدرت تكمل علمها احدى الاسباب، لسبب من الاسباب ما قدرت. انه انتم بتعرضوا عليها وين في عمل ولا بتعلموها هذا العمل؟ لا، نحن اول شيء انه حنعمل ريكروتمنت للنساء اللي بدهم يشتغلوا، للي بدهم يشتغلوا، وبنقول لهم شو هن الاعمال اللي ممكن يشتغلوا فيها، وساعتها هو بيقدر يستفيدوا من هذا التطبيق. يعني لما شخص ينزل هذا التطبيق على هاتفه بيقدر يصير يطلب هيدي العاملة تيجي لعنده لحتى تشتغل. طيب، وكنتوا متوقعين انكم تربحوا بهالمشروع اللي تقدمتوا فيه؟ هلا نحن كنا بنأمل انه نربح، وانه الحمد لله ربحنا. انت لحالك ولا معك؟ لا، انا معي فريق كمان. مين اللي معك؟ في معي جنى عماشي ونور جمول، زملاء كمان معي بالجامعه. وشو كان يعني رده فعلكم بس ربحتوا؟ انه كنا كثير مبسوطين وانصدمنا. يعني اول شيء انه ما كنا انه مصدقين، يعني انا كنت هن ما قدروا يجوا وقتها معي عشان كان في ظروف لهم، واحده منهم انه خارج البلد والثاني كان في عندها حاله وفاه، فانه عم خبرون على الواتساب فما كانوا مصدقين يعني. فكتير انبسطنا يعني. طيب، شو يعني هل الخطوه اللي قامت فيها مؤسسه إناس ابو عياش، شو عطتكم؟ عطتكم دفع؟ عطتكم تصميم؟ خلتكم انه بالفعل انه تكونوا مصممين اكثر واكثر انه تكملوا هذا المشروع؟ ايه نعم، هو نحن بنشكر مؤسسه إناس ابو عياش عشان فتحوا لنا هيدي الفرصه، ومن خلالهم حنقدر نطبق هذا المشروع. يعني هن حيدعمونا لحتى نطبق هذا المشروع. هلا وين صرتوا بالمشروع؟ هلا بعدنا عم نبلش نعمل مقابلات ونفتش، انه نعمل ريكروتمنت، يعني نفتش على الامراه انه اللي بدهم يستفيدوا منه لهذا التطبيق. من الناحيه التقنيه وين صرتوا؟ التقنيه يعني انت اليوم في انت بقدر مثلا هالابلكيشن نزلها عندي على التليفون؟ بعد بده وقت. بده وقت بس طعم شوي عليه بعده. هلا ربح؟ مش عم اقول انا، بس انه هلا بعده. المشاهدين بحبوا يعرفوا مثلا انه هذا المشروع أنت سيارة النور، ومثل ما قلت إنه بالآخر هذه فكرة ذكية وفكرة حلوة وفكرة عن جد بتساعد المرأة في 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 هذا المجتمع. فمشان هيك إحنا إنه عم شوف، أنا عم شجعهم أكثر وأكثر يعني حتى يكونوا سريعين أكثر بالشغل. يعني بعتقد لازم من هون لآخر السنة أكيد يكون جاهز. وهو يعني ما عاش في كتير وقت، كم شهر؟ لا ما عاش في. هي أصلاً الأبليكيشن منا صعبة كتير تطبيقها. الأساس هو إنه مثلاً أنت تنزلها عندك على التليفون، وتصير انت مثلا لنقول بدك مثل ما قال احدى الخدمات، بتفوت بتقول انا بدي هالشي،
بالآب نحن مثلاً هني الشباب بيقدروا يأمنوا لك الطلب اللي أنت طلبته. هيك بيصير مثل بيوصلوا الشخص اللي طالب شيء مع الشخص اللي عم بيقدم هيدا الشيء. رئيس كنت بتقول شيء؟ كنت بدي أقول كلمة عجلت المرأة على أخذ حقوقها. ما بدي أقول أعطاء حقوق، على أخذ حقوق. كل ما ارتاح المجتمع عليه. وأنت من المدافعين. طيب أنتوا بتتابعوا معهم يعني لينجزوا المشروع ولا 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 كيف شو بيصير؟ أول شيء بدي أسأل أستاذ أنطوان ليه عم بتقول هيك؟ ليه ارتاحوا؟ لا لأنه كلنا بنعرف ارتاحوا المجتمع يعني بيصير أفضل. هذا مطالب وفي مظاهرات من أجل حقوق المرأة. فكرت إنه أنت ترتاحوا منا. لا لا سمح. تقولنا نرتاح منكم كون عم نرتاح من حالنا يعني. أنتوا المجتمع وأساس المجتمع، والمجتمع بلا أم ما في مجتمع يعني. والمرأة بالشكل العام وبالحق العام أثبتت حضورها ووجودها محليا وعالميا. وما بدي أقول إنه عطوها حق، هي صاحبة الحق وأخذ الحق. كل ما عجلت كل مرتاح المجتمع كله، لأنه بتصير ترشد عائلتها أحلى، وبتصير مش غضبانة أكتر، وبتصير منسجمة مع زيتها أكتر، وتصير رايقة أكتر، وتصير تربية أفضل. طيب السؤال كنت عم بسأله أنا إنه بتكملوا معهم بهذا المشروع لحتى منتابع معهم؟ إيه منتابع معهم. هيدا أساس، لأن نحن بالمؤسسة ما بناخد شيء، يعني ما بدنا شيء بالمقابل. نحن بنساعده من دون مقابل. نحن بنساعد بدون مقابل، بس يعني احد الامور اللي بنطرحها وبنطلبها انه نكمل معهم الطريق لتتحقق. هلا اكيد يمكن مش كل المشاريع تقدر تتحقق، اذا قدرنا انجزنا بعض منهم هيدا نجاح بحد ذاته. طيب مثل ما قلت السنه كان في 4 جامعات، السنه الجايه في 10 جامعات. في قدره لمساعده الفائزين العشرة، من كل جامعه فائز واحد بيكون. شو كانت ردة فعل الطلاب زملائك يعني الغير مش مشاركين يلي معك بالصف أو بالسنة هي ذاتها، شو كانت ردة فعلهم عند معرفوا بهذا الموضوع؟ كانوا كتير عم يدعمونا، وكمان فرحوا إنه ربحنا، وهني كتير كمان بيوثقوا بيأمنوا بفكرتنا وعم يدعمونا يعني إنه نكملها للمشروع وننجزه يعني. كان في روح كتير حلوة. وبتصور هيدي الروح كانت سيدة بكل الجامعات اللي صار فيها. كل الجامعات هيدا بفرجيك قدي شبابنا متوحدين. مع انه كان اتمنى اليوم يكون معنا اكثر طلاب، بس ما بتعرف لانه ببعقلين والعيد يعني ثاقبت. على كل إن انا بدي اشكرك وبدي اقول لك مبروك. واستاذ كمان بدي ريس بدي اشكرك واقول لك يعطيك العافيه. انا بدي اقول لك بعد عليك بيت لبسام هالمره، لانه بقاش عندك كثير وقت. هالعيد الغالي البسام عم يلغي جور الايام، وما احلانا لما العيد بيبدأ من طلة بسام. تسلم. كلك ذوق. على كل يعني اليوم كانت تغطية مميزة من هون من 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 بعقلين لهذا النشاط يلي عم بيصير. وقلنا نحن الساعة 3:30 بده يبلش النشاط. لا 3:00. كيف شو البرنامج؟ كيف بده يبلش؟ رح يبلش أول شيء رح نفتتح ملعبنا، طريقنا اللي هو ملعبنا، ورح يبلشوا يلعبوا بكل الألعاب الموجودة. على الساعة 4 منبلش يعني المسرح، تقريبا 4:30 ببلش المسرح، لنكون عطيناهم فسحة أمل أنه لعبوا، وبعدين المسرح بضلوا مكتمل للساعة 10 الساعة 9 10. يعني آخر مسرحية بتطلع على 9. على 9 بتطلع آخر مسرحية. آخر مسرحية. فنحن ناطرينكم كلكم، وناطرينكم تشرفونا. وهيدا كان أساس الدعاية اللي عملتها، وبدي أتشكر رندا الظاهر، لأنه على فكرة كانت فكرتها. كانت عم بتقول إنه نحن داعيين عبيتنا ببعقلين، لازم تكون إنه عم ندعيهم عبعقلين. بتصور حسب ما عرفت هلا أن وصل الرئيس سعد الحريري إلى قصر الإليزي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ما بعرف إذا زميلنا يزبك وهبي كمان رح يكون معنا هلأ لحتى يخبرنا عن وصول الرئيس سعد الحريري. فإذا الرئيس سعد الحريري وصل بهالأثناء إلى قصر الإليزي للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. بتصور خلينا نعمل جولة صغيرة بختام هذه الحلقة. بختام هذه الحلقة بدنا نعمل جولة صغيرة على المكان يلي رح يصير فيه المهرجان. بقى خلينا نتفضل. لازم.
لفوق، فبعد منا يعني من هون لساعتين بنكون خلصين ان شاء الله. في مدخلين. ايه. وطيب مين اللي مشاركين؟ مين اللي جايبين الالعاب؟ مين اللي جايبين كل الامور اللي لها علاقه ب يعني الناس يلي رح يكونوا يستعملوها ويستخدموها؟ انتوا اللي جايبينه؟ ايه. انتوا اللي جايبينه؟ نحن كمؤسسه جايبين كل شيء. ما حدا تبرع، اجى تبرع بشيء وقال انا بدي اتبرع؟ بتعرف شو صار؟ بس شافوا على فكره هيدي لفتي لازم الفتها، وقتها شافوا هالحدث اللي عم بيصير قد ايه كبروا وشو عم بيصير، في كتير ناس بادرت معنا قالوا لنا شو بتحبوا نساعدكم، بس نحن كمؤسسه متكفلين وخصيصا انه بعقلين. اي شوي عم تشوف الاجواء هلا، يعني بعد الناس ما انه مهرجان كنت بلش بعد الظهر، الناس بعدها ما نزلت، وبعدين انه بتصور رح يكون الجو حلو يمكن. مش يمكن، اكيد رح يكون الجو حلو. طيب هو رح يكون في مشاركه مثل ما بيقولوا لفعاليات شوفيه نحن قلت انه المهرجان برعايه تيمور بيك جملات. تيمور بيك جملات هو هلا بباريس مع الرئيس الحريري، رح يحضر شقيقه اصلان بيك جملات وعائلته ومرته والعائله كلها حتحضر، وبدي اتشكرهم لانه عن جد دعمونا كثير وسهلوا لنا كل امورنا، وتشكر وليد بيك اكيد. وليد بيك دعمنا كثير، دعمنا تيمور بيك دعمنا، وحتى الست نورا ساعدتنا شوي بالتنظيم، العائله كانت كثير داعمه لنا وكثير ساعدتنا، ومثل ما قلت لك هن عم بيطلبوا انه الكل يعمل لشو. شو بتقولي لاهل بعقلين؟ بقول لهم ناطرينكم، ولولاكم هيدا الحدث ما بصير، ولولا كل البلديات اللي مشاركه كمان. واهل بعقلين تفاعلوا كثير معك كمان. اهل بعقلين معي من 4 ايام وهن على الارض معنا. على كل نحن الساعه 3:30 يعني مثل ما قلتي او 4 بيبدا صندوق الدنيا هون. لا 3 بيبدا، بس بنعطيهم ساعه ليلعبوا بالالعاب لتبلش المسرحيه. لتبلش المسرحيه. مسارح. وبعدين للساعه 10. اذا الله. انا مشاهدينا بدي اشكركم اليوم على متابعه هذه الحلقه مباشره من بعقلين، وبنتمنى للكل عيد مبارك، عيد أضحى مبارك، وإلى اللقاء.